خلينا نشوف عادل جبير قال ايه لما اتسال عن هذا الامر وانا بقول لحضراتكم انه محمد بن سلمان استطاع ان يرد بقوه ويقول موقف بلده وموقفه موقف الاداره السعوديه من اللي عملوه الامريكان على مدى السنتين اللي فاتوا نسمع ونرجع تاني His Royal Highness also mentioned to the President that uh, mistakes like this happen in other countries, and we saw a mistake like this being committed by the United States in Abu Ghraib, and that the United States took steps in order to deal with those who were found guilty and to ensure that mechanisms are put in place to prevent this from happening again while hannes Prince explained to the president that the kingdom of Saudi Arabia has taken measures to ensure that a situation like this cannot happen again, the, uh, his royal highness also mentioned that uh, a number of countries, in a number of countries around the world, you have situations where journalists are killed and that uh, those countries have to take steps in order to uh, in bring those uh, responsible to justice and to ensure that it doesn't happen again. And he also raised the issue of the Palestinian American journalist that was killed by the Israeli Defense Forces and, uh, and the need to ensure that this issue is properly dealt with. So these issues, unfortunately, mistakes happen uh, all over the, in, the world, and the important thing is to deal with them uh, effectively and decisively. Yeah. أكيد ولكن الأخطاء تحدث في كل العالم ولكن إحنا تعاملنا مع هذا الخطأ إحنا حاسبنا المخطئين ده محمد بن سلمان بيقول لبايدن بيقول له إحنا حاسبنا المخطئين تعال بقى أسألك تعال أسألك أنت لما الفضيحة بتاعت أبو غريب وتعذيب المساجين و... وإهانتهم ويعني و... 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 وقتل الكثير من العراقيين بالألفات وهو آخره ماذا فعلتم؟ إذا كنت عايز الحساب تعال حاسبك أنا كمان وأسألك إحنا بنقول إن اللي حصل خطيئة كبيرة ولكن قتل في نفس العام العديد من الصحفيين لماذا لم تتحركوا؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ذكروه أيضا بالدرون اللي قتل الأبرياء الدرون اللي قتل أطفال ونساء أبرياء ماذا فعلتم؟ ما من يعني المحاسبه فين؟ فين لما حاسبتوا حد او عملتوا لحد اي حاجه؟ فين لما بتخطئوا؟ ليه احنا بس اللي الكلام ان احنا اخطانا؟ انت لو عايز تتكلم خلينا نتكلم عن كل حاجه. الراجل طلع كل اللي جواه وقال له اللي هو عايز يقوله بعد صبر سنين. وهذا الرجل يتعرض لكل شيء. ودولته تتعرض لكل شيء حتى جاءت اللحظة وهنا بقى تعليم الملك سلمان لابنه الصبر ضع ألمك تحت العباية تعرفين لما إخواننا السعوديين بيقفلوا العباية كده هو يضع تحتها ألمه ويصبر وينتظر لغاية لما جت اللحظة وقال له كل شيء وقال له رأيه في كل شيء